بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، نجدد لكم التحية بهذه الانطلاقة وشوطنا السابع أو الثامن للحقائق قعدان من الكيلو ويل، المسافة المحددة والمقررة رسميا من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق. انطلاقة إذا تبدأ بحفظ الله ورعايته ومع شعار سيد سريع بن فهد المهشور اللي يحتل المركز الأول ويسيطر، اللي هو هم رقم 25 اللي هو ملهي لعسلان بن فهد المهشور يحتل المركز الأول. ملهي في المركز الأول، المركز الثاني هنالك أيضا مشاهدي الأعزاء نرى اللي يتدخل في ثاني المراكز اللي هو الوشق لطالب بن كنعان. المري يحتل المركز الثاني، ننتقل مباشرة إلى تاريخ للسيد ربيح بن فراج. الوطيب العجمي يحتل المركز الثالث، المركز الرابع وأرى هناك مشاهدين الأعزاء اللي يحتل المركز الرابع لناصر بن مطر الفضل اللي هو مبهج يحتل المركز الرابع. خامس المراكز مشاهدين الأعزاء هنالك سادي للسيد ماجد بن فرج الظفيري. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء، نتيجتنا للخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمام، عددناها لحضراتكم كاملة مكملة. ونعود إلى ملهي والوشق، الوشق وملهي مشاهدين الأعزاء. ملهي لسيد حسين بن فهد بن صقر المهشوري، لكن الوشق الذي يحتل المركز الأول لسيد طالب بن كنعان. المري يغير إلى مقدمة الشوط ويسيطر على المركز الأول للوشق لسيد طالب بن كنعان. المري يليه مباشرة اللي هو ملهي للسيد حسين بن فهد بن صقر المهشوري، يليه هنالك السادي لماجد بن فرج الظفيري يحتل المركز الثالث. ننتقل إلى مبهج لناصر بن مطر الفضلي المركز الخامس، عطنا المركز الخامس. هنالك التاريخ للسيد ربيح بن فراج الوطيب العجمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى. ثاني ندائنا ونعود إلى الوشق الذي يسيطر الوشق على المركز الأول ويحافظ على صدارة هذا الشوط للسيد طالب بن كنعان. المري يحتل المركز الأول ويسيطر على مجريات هذا الشوط، لازال مسيطر الوشق في المركز الأول. تهانينا إذا استمر على هذا الأداء، ولكن المنافسة تأتي من هنالك السادي لماجد بن فرج الظفيري. يا سلام الأمتار الأخيرة، ولكن الوشق بالفعل للسيد طالب بن كنعان. المري يحتل المركز الأول، المركز الثاني سادي لماجد فرج الظفيري، المركز الثالث اللي هو مبهج للسيد ناصر مطر الفضلي، المركز الرابع اللي هو لسريع فهد المشهور، المركز الخامس لحمد مسعود بن شير المري. تهانينا والف مبروك مشاهدي الاعزاء للسيد طالب بن كنعان المري على فوز الوشق في المركز الاول. تهانينا والف مبروك، استودعكم الله بشوطنا.